صبحكم الله بالنور والسرور ومحبة الله والرسول أهل الروائع. خالد صغنون، انت كان ما سلمتنا المنشد من أول الصباح ما بترتاح. طبعا المنشد ده بتعرفه، اللوح بتاع عليك اعتمادي دائما كل لحظة، وعندي حتوفي ارتجيك لموتتي. ده اللي بيقروه في الخلاص، وخلاص بعد ذاك وهيل التراب. فتلفان دي من الصباح يا أخي فعلا متلفة، تلفان من الأجفان، طير يا منام. يعني دي ده مطلع قفلة. ليه؟ لأنه اختصر كل مشكلته، كل الدائر يقوله حصره في الأجفان دي. عشان كده ركز عليه تحت بصورة أبدع وبحركات أروع منها هي، وهي تفاعلات عينه مع الرقيص، فأجابه بصورة جميلة. مين كان والضرر هنا أكثر احتشام من بقية الشعراء. يعني الصالح قال بل قال عزاء قال أزايع النابة وطبي في التفاح، حدد الأذى وين وشخص المرض وصرف للروح العلاج طوالي طبي في التفاح. والصالح وسيد برضو قال أنا المعذب باللمة ويعينا بجناين الشام، أتمنى منه الصبوح. بطل الريح طبعا مشاتر وعينه في الوردي وما راضي بقسمة القسمة، لي والله بس عين للخدود الوردية دي. ونفسه وين؟ نفس الدنيئة في التفاح برضه. فهنا والضرضي يعني كان رائع بأنه حدد أزاه ووجعه كله في التفاح. وطير يا منام، أصل منام ده خليه يطير، لأنه عنده الحاجات دي. طير يا منام، يتمنى لنفس السحر زي هناك. يا اللهم صل على النبي، طابق البوخة قام لديه هتفنا من الدوخة. بعد شوية قال شنو؟ قال أصلها الكاني عني من جيتا، ويا جريح غور إن شاء الله مبريتا. فمع الفسحة في الأمل ومع الفسحة في النجاة، فهو بيرضى الهلاك زي هناك. والرضاك في هلاكي أنا للهلاك ارتاح، وراضي شبالة وراضي بالصاقعة. بس تدي الشبالة تجيه صاقعة تنسوه ما عنده مشكلة. تلفان من الأجفان، طير يا منام. وتلفان دي ذات الكلمة يعني فيها شوية كده معرجة، ومعاها يعني للمتلقي وكأنه بيشتكي من الوجع ومن المرض. زي هناك صرتك الفاني، صحتك فاني، يا بعد جلبي قبل تلفاني. فالرضي عنده مفردات حلوة وحنينة وراغية يعني، وعميقة في عاميتنا وبسيطة. فلغ الطفل ماح في الكفل، وماح ساح في الكفل، هل بدرا تام. طبعا قبل فترة برضو اتناقشنا فيها اللي هو يعني الطفل ذا الوجه الناعم الأسيل ذا، فلغ وكأنه فلغ الصباح منير وبهي، ماح ساح في الكفل. ويعني زي العبادي في شفت وقل طي مرقل شيش تنقل، فتنقلت الأعضاء الإنسان الرأس والوجه. الطفل ذا نزل ونزل تحت وقبل على السماء بفوق، وهلا بدر تام، وكأنها بتقول لي بدر السماء انزل لشفوف ورفل كم ليه نفل خلته منام. كل شاين الحنة في كفوفه الخليل طوالي، والشفوف والحرير في رفوفه
هي زانت الشفوف دي وزانت التوب ده وزادت روعة. الشفوف رفل تنقلت رافلة، كم ليه نفل خلت منام. الرقيص ده فيه ولا الحركات، الناس بتذكروا الرقيص الكوامر زي كده، فيه حركات للعيون، ففيه الغرويط، والغرويط ده بتغيب سواد العين يبقى البياض بس. وهنا الشفوف رفل كم ليه نفل، يعني نفس الحركة دي كل البنات بيعملوها، لكن هي عندها نفل، عندها زيادة، وعندها يعني فوق الشيء المفروض هو الفرض، عندها زيادة ونماء وحركات البنات ما بيقدر يسووها. لشفوف رفل كم ليه نفل خلته منام. فهي زايد على البنات وفي في في الحركة دي، وخلته منام أنا ظنيتها نامت، لأنه شنو هو ذاته قضاء. يعني الحتة دي أشار ليها برضه كل شعراء الحقيبة أشاروا للنوم ده، وده اللي بيجي في الرقيص في الهداوة، يعني بتكون ماشية بتؤدى وتنسني وكأنها نايمة. عشان كده قال هناك، قال يوريك نوم الجدي اللين، وابو صلاح قال راسة موسداه كفيلة. دي ظبية، دي ما بني آدم، الزول المخلوق اللي بيقدر يوسد راسه الكفل ودونه ومجدي اللين ده، دي ظبية. خلت منام وكأنها نايمة، أدعج وكحل وجميع منحل في هندام. دي حركات العيون، ولا مع جمالها ومع دعجاهية ومكحل غير كحل وجميع منحل. يلا الجميع منحل ده دم الجنزات والشاشاي ونقرول الشتيم، زي ما قال الحردلو، نقرول الشتيم شاشاي لا جاي لا جاي، يعني كده وكده، شاشاي لا جاي شاشاي لا جاي لا جاي، تتفقه مثل كبد الحقن ناواي. الحقنة دي الموية طبعا عرفوها ناس الزراعة وناس الخلا، الموية اللي يعملوا ليها زي حوض كبير اسمه الحقنة، بعدين يفتحوا منها للسرابات والجداول عشان تسقي، وبعدين بيقفلوها. فالحقنة دي بيكون فيها بالطرف شجرة بتاعت عيش قصب، فبتكون مخالفة لأنها رويانة وندّيانة، فعشان كده وصفوه بالحقنة دي بالقصب النديانة دي، كبد الحقنة النواي. وتاني جوا الحقنة دي بتكون في قصبة زي اللي بيعملوا بيها زنبارة الغنامة دي، بتكون جوا الحقنة، الحقنة ما فيها تيار، في الهواء بحرك القصبة دي بجوا، فتمشي يمين وبتقود لتطلع فوق وتنزل مع الموجة الساكن ده. عشان كده الضرادي قال انجمع برضو في السبات كله ده، انجمع وجانا انجمع وجانا صدره مجكرسة، فهادية، يعني انجمع مشت هناك زي الخيرنا من تجي منطلقة، يعني في البداية بتكون منجمعة وفي الكوب تجي منطلقة، فهنا مع الانطلاقة دي انطلاقتها دي متوقعين الجاي السريع، ولكن جاتهم مدردقة زي العربية المفضلنا، فتلعب بزديرة الوزين بزديرة عام. خلت منام أدعج وكحل وجميع منحل، فالجميع منحل ده هناك الصالح أظنه قال في الطوع ده إنه جسيمة ضم طاوعة ومسهل لي مهمته دي إنه تعمل جميع الحركات دي، فقال ينزل حسب ترسيله محل ما توديه يمشي معاها، فدائرة تخط راسه ده في الكفر بتخطه، دائرة تعمل اي شيء فبتعمله تي هندام.
لجسم نحل بعيد يا زحل ما في مرام. هلا طبعا ده هم كلهم لازم تبعد، يعني هي الغايه من الكلام ده انه بعيده المنال تشوف بس، ف ما في مرام انك تصلها، ولا هي بتريم ولا هي بترام ولا هي يعني بتديك اي مجال يعني لقربها، زي هناك تمتاز بالعفه المانعانيه جيلك. وضيب ويلز فضح للوز زوزة وعام. بعض المغنيين بيقولوا جبين ونز، فالجبين ده لو نزل لا تحم ببشكير، فهي الصحيح وضيب ونز فضح للوز زوزة وعام. والوضيب بنز خمر وبنز صندلية، وعشان كده الصالح قال والشعر وزع الخمر، فبتروش هي بهي بترقص في حركات رقيصة دي، والشعر ده بتديه تلة وهي بتقود، فبرش الناس الحوالينا دي بالخمر زي العريس اللي برش الناس بالريحة وشهدهم في الوقفة. يا عنتر هز أشجع لا تفز غارة تمام. طبعا والدرضي خير موسق يعني للعباد، فزي الصالح برضو بيذكر أسماء الناس وبيذكر أسماء العريس، فهنا يا عنتر هز، وزي ما هناك عطرت يا أحمد السهل للعريس أحمد الدخيرة، ويا سعد يا سعد نجم الجيل ظهر أو بدر الجيل ظهر، فبيذكر الأسماء. وفعلا هي غارة، دي غارة الناس يعني تتضاير منها، والع الفصاد والأحور صاد ييد الجام، والع الفصاد والأحور صاد، ده كلام غريب جدا يعني. والرضي هنا يتلاعب بصادي بعدة معاني عجيبة جدا، والع الفصاد، الفصاد اللي هي الشروخ مولعة قادحة، زي الصالح قال في تضاد عجيب في الخوجلاب، قال الشلوخ تتقادح والخدود رايقين، فده تضاد عجيب جدا، وإنه نفس الخدة يعني زي ما بقولوا هناك في التضاد بيت شعر قديم إنسانيه تقادم الأيام وكثرة الترحال والعمر الطويل، يقول أظنه إن أعجبك من الثعبان من مسه فإن في أنيابه السم يعتبطه. فالثعبان ده رغم إنه عنده ملمس من أنعم الملامس، ولكن جواه في سم. فالكاتب اللبناني نسيب نمر عنده كتاب عن التضاد، وتكلم عن انه يعني جاب شواهد كثيرة، فده أسي لو سمع البيت ده كان جابه في شاهد من شواهد التضاد العجيبة، انه الخدود الشلوخ تتقادح ومولع نار والخدود رايقين يعني، فده وصف عجيب. ورع الفصاد والأحور صاد، الأحور طبعا وصف للعين، وصاد هنا الأحور صاد العرب والسودانيين برضو وصفوا العين بالصاد، والخليل قال والعين صاد والدليل، والعين صاد والدليل، أظن ده كان خطاط، فقال العين صاد والدليل. وظنه برضو عبيد في المجاربة تحت الخليل برضو ذكر العين دي، يجري بحر السيف يروي صادم، وعبيد كان فيلسوف كالعادة، يجري بحر السيف يروي صادم، فبحر السيف ده غناء مائية ماشى من
من الخد وماشية تروي العين وتزيد العين ألق وتزيد رونق وتزيد مياه وتزيد جمال وبهاء. وتاني يروي صاد الخد صاد صادي، والصادي عند العرب يعني بيقولوا يعني الإنسان اللي بيموت قدر أو مقتول، فبتخرج يخرج من 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 رأسه طائر اسمه الصادي. فالصادي ده بيصيح الهامة أروني لحد ما يقول التار. فالصادي هو العطشان والظمآن. فالبحر السيف ده بيجري في الخدة وبزيد رونق ونضار وخدار وبهاء وجمال. يجري بحر السيف يروي صاد والعرف الصاد والأحور صاد الأحور العين الصاد. فجيدوا الجام، والجيد الجام ده برضو ورد كثير، والصالح برضو أظنه ذكروا الجام والضرد وكلهم ذكروا الرقبة دي بالجام والرقبة قزاز والخليل وصفه بزجاج الروم. وأظن زجاج الروم ده ما عارف الناس الزمان حضروه شكله يعني زي الرقبة دي ولا شنو يعني الحاصل شنو. قبل صاد يلا شوف صاد هنا قبل صاد جراجع للبيه انصاد هنا قنص عديل ورجعت وقنصت للبيه انصاد قلبا هام. اي زول شاف المنظر ده رجعت شالت قلبه ده وفاتت. فقبل صاد للبيه انصاد قلبا هام. وهناك عنده الصاد دي برضو قال قبل صاد اي اللهم صل على النبي الكبر حصل بقينا ننسى كثير. توب الزراق الداله صابق صادو دي غلوتيه. توب الزراق توب الزراق الداله سابق صادو. ف هنا الناس بتتلخبط ونحن زمان اتلخبطنا فيها كثير انه الدال والصاد وكذا، ولكن هو توب الزراق ده بعد ما لبس التوب الزراق ده شالت نزلت الدلاية أو القناعة وغطت بها وشية. أنت شايفها جاية كاملة من هيك لكن ما بتشوف منها حاجة صادو. فالدال دلت القناعة على وشية فصبقت النظر بتاعه وصدت نظره. فتوب الزراق الدال سابق صاد طبق الأكتاف على الأرياء على الأرداف غريد ونام. يلا ذا الكلام اللي قلناه فوق مع تلفان من الأجفان. يلا ذا حركة الغرويد ونام نفس صورة الأحقاف والبقر وغاف فوق جدر رام. وطبعا عنده التوسل الظريف ذا والضرضي زي هناك خوج لابو الجاز للمروق اللي فاز. فهنا حاجاها إنه ينجنا صورة الأحقاف والبقر وغاف فوقها ينجوها ويحفظوها من الناس. القصيدة كثيرة وطويلة والكلام ما مرتب يعني. المات أحيا برضو وفن الأحيا هيبة تمام واضح. هذه المحيا الهلكة يحيا اتناعس ونام من غير منام عال يا أنا. ده نفس الكلام ونفس الوصف الدقيق إلى ما لا نهاية في 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 حركته وتلفه هو وحركة العيون وامتيازاته بأن يعني فايتة الناس مسافة. ميمين يا لام الخاتمة لام لا الأقدام. ميمين هي ميم لام يا لام
من ليما، والله أعلم.